السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في آخر لقاء كيف عرفنا البابليك فيريبل هدول، وكيف إحنا قدرنا نربطهم بمكونات اللعبة. فأنا رحت على البلاير، هاي الكود تبعي، وهي الأربعة أو الخمسة فيريبل، وكيف كل فيريبل ربطناه بما اللي بيعنيه، الجان مع الجان، البوليت مع البوليت، وهلم، والكاميرا مع الكاميرا. فصار في عندي الخمس أجسام هدول. هن في عندي الكاميرا جان، كاميرا جان، او تشبك هان، في يبدو في كانت مشكلة. اوكي، الان هدول كلهم مشبوكين. اجي اتحكم في الكود تبعي. اللي بدي اعمله ان انا لما اضغط على حرف السي مثلا تعمل سويتش للكاميرا، بمعنى اخر ان انا الان بطلع على الجسم تبعي هذا من الكاميرا تبعت الجان، فانا عايز اقيم الكاميرا تبعت الجان واروح على الكاميرا تبعت البلاير هذه المين كاميرا وافعلها. لما اضغط على حرف السي كمان مرة انا عايز تفصل هذه، واجعل الكاميرا هذه واضويها من هنا. فانا اقدر احول بين الكاميرات الموجودة عندي. عشان اعمل الكلام هذا راح اجل الكود، راح ننزل عند الابديت هنا وبلش اكتب الكود تبعي. بدي اقول له مثلا اذا كانت اف الكاميرا جان دوت جيت كومبوننت، بدي احصل على الكومبوننت تبعت اللي هي ايش، خاصية الكاميرا. خاصية الكاميرا افتح جوس سكر جوس دوت انيبل، يعني اذا كانت الكاميرا، اذا كانت الخاصية هذه، هاي الكاميرا، هاي الكاميرا جيت كومبوننت كاميرا، انا وصلت لهذه. اذا كانت انيبل يعني هذه محطوط لها صح، هيك ديسيبل وهيك انيبل. فاذا كانت هي انيبل، اذا كانت انيبل راح اخليها ديسيبل. اذا كانت الكاميرا تبعت البارودة انيبل، هذا راح ترجع لي ترو اذا كان الجواب صح. وراح امسك نفس المتغير كنترول كوبي، بقول له اذا كانت انيبل خلي لي اياها بدها تساوي دوت انيبل بتساوي فولس، خلي اياها ديسيبل يعني اطفي لي اياها، يعني اذا كانت هي ضاويه اطفي لي اياها. طيب لازم طفاه هو، لازم كاميرا تانية تشتغل والا المشهد بصير معتم. انا بقول له اذا كانت هي انيبل وانا ضغطت حرف السي، اذا كمان اذا كان هن في اند input dot get key. في الجيت كي ثلاث انواع، احنا عادة نستخدم جيت كي العادية انه دول طول ما انت ضغط على الزر يتنفذ الكود هذا، بس في جيت كي داون، يعني اذا انا نقرت على الزر، عصيت على الزر وضايل ايد عاصة، راح اعتبرها عاصة واحدة بس، يعني اول ما ينزل مفتاح الزر تبع الكيبورد لتحت راح يفعلها، يعني تعتبر الجيت كي داون حدثت. وطول ما انت مش رافع ايدك عن الزر وضغط ايدك عن الزر هو يعتبر حدث واحد. في الجيت كي هان طول ما انت ضغط على الزر راح يضل يعتبرها احداث متكررة. هذا جيت كي اب، يعني اذا انت رفعت ايدك عن الزر راح يتنفذ الكود او راح يتنفذ الحدث او راح يبقى عندك حالة ترو. فانا بالنسبة لي جيت كي داون لما اضغط على الزر افتح قوس واسكر قوس كي كود دوت مثلا حرف السي اللي هو الكاميرا، يعني اذا انا ضغطت على حرف السي وكانت كاميرا تبعت الجان تبعتي كاميرا جان انيبل خلي ليها ديسيبل. طب اذا صارت ديسيبل اني كاميرا تصير انيبل، بدي اجيب مين البلاير كاميرا او كاميرا تبعت البلاير بدي اياها تصير انيبل. راح امسك كل الكلام هذا كله هيك واخليه انيبل، اخليه ترو، وهي فاصلة منقوطة، يعني اطفي لي الكاميرا تبعت الجان وشغل لي الكاميرا تبعت البلاير. ايش بدي اسوي كمان؟ اذا كانت انيبل، اذا الكاميرا اختفت انا كمان بالمرة بدي الجان ذات نفسها تختفي، البارودة ذات نفسها ما تشوفهاش،
فراح اروح للبارودة اللي هي جن ماشين، بتهيألي اللي كنت مسميها جن ماشين دوت جيت كومبوننت. اني كومبوننت اللي بدي احصل عليها؟ انا مش عارف اني كومبوننت اللي بدي احصل عليها. اعلم على الجن ماشين تبعتي. هذه المش رندر لو انا رفعتها تختفي لو حطيت يعني هي اللي انيبل وديسيبل. اذا المش رندر راح اجي على الكود هان، المش رندرر افتح دوت انيبل بدها تساوي فولس، خلي الكاميرا تطفي بدها تساوي فولس. اذا السطرين هذولا هذا راح يطفي لي الكاميرا تبعت البارودة، وهذا راح يخفي البارودة، وهذا راح يظهر لي الكاميرا تبعت اللاعب. طب اذا الكلام هذا ما كانش صح، راح انزل هنا واقول else وافتح بلوك وسكر بلوك. راجع اكتب الكود هان. يعني اذا كانت الكاميرا تبعت الجن شغاله نفذ لي الكود هذا. طب اذا ما كانتش تبعت الجن شغاله، معناته تبعت مين شغاله؟ تبعت البلاير من غير ما اسال عنها، واحده من تنتين لازم تبقى شغاله. راح اجي اعكس الكلام هذا، راح اقول له الكاميرا تبعت البلاير تبعت البارودة خلي ليها شغالة. راح اعكس كل الثلاث حالات هدول، هان في فصلة منقوطة، راح اعكس الثلاث حالات هدول. كنترول كوبي حطه هنا، كنترول في راح اقول له الفولس تصير ترو، والفولس بدها تصير ترو، والترو بدها تصير فولس. الان الكاميرا جن راح تظهر، الجن ذات نفسها راح تظهر، الكاميرا تبعت البلاير راح تختفي، واحدة من التنتين. يعني ما اضغط مرة على حرف السي راح يشغل لي هذا، اذا ضغط على حرف السي تاني مرة راح يشغل لي هذا، وهلم جرى. هاي حفظ، نعمل من هنا نشوف اذا في عندي اي مشاكل في البيلدينج. ما فيش عندي اي مشاكل في الكود كسنتكس. الان نيجي اشوف بده يشتري الكلام هذا معي ولا لا. هاي بلاي، هاي حرف السي، ما اشتغلش، في عندي اشي بصير اشي بس ما بكملش. خلينا اشوف شو الخطأ اللي عندي. طيب ارجع افتح الكود تبعي. هنا انا حاطط الشرط اوكي، هو بخش وبحول، لكن هذا الالس لما يبقى هذا الشرط مش متحقق، دائما هذا بتحقق، دائما هذا بتكرر، فدائما هذا بيطفي. عشان هيك انا ضغطة السي بدي كل مرة افحصها. راح اجي هنا انسخ كل الكلام هذا، كنترول كوبي إلس اف، واحط نفس الكلام هذا. اذا انا ضغط حرف السي وكان الكاميرا جان، بديش الكاميرا، كان الكاميرا بلاير دوت كومبوننت، اذا انا كانت هي الانيبل راح تحول لي اياها ديسيبل. الان راح نشوف. هي احفظ واجي على الكود تبعي، يفضل ان اطفيه واعود اشغله. حرف السي هاي المشهد الاول، حرف السي هاي المشهد الثاني. لاحظ في المشهد هنا هاي الكاميرا اختفت، الان الكاميرا والجن تبعتها ظهروا، هاي الجن راحت وهي ظهرت. اذا انا ضغط حرف السي ممكن اعمل سويتش بتوين التو كاميراز تبعوني. وطبعا وانت في الكاميرا هذه كل الامور شغاله، عندك الكولادر شغال والكذا، لان انا عمليا قاعد بتحرك كم في الولد تبعي، لكن الكاميرا هي اللي اختلفت. ممكن حرف السي يبين الولد، الكاميرا اختلفت، حرف السي قربت الكاميرا صارت على البارودة تبعتي. لان عمليا قاعد بتحكم في الولد، الكاميرا للبارودة ما هي تابعة للكاميرا للولد، البارودة تابعة للولد، هي ابن للولد. طيب ايش ممكن نسوي كمان؟ خليني اخر شيء اعمله في اللقاء هذا، اروح احط هنا اخذ الشغل تبعي هذا، هاي كل اللي اشتغلته انا، واحطه في دالة، هاي كنترول اكس، واعمل هنا دالة void check، مثلا اعمل دالة سميها check camera، check
كاميرا اي فاصلة منقوطة، اسف افتح بلوك وانسخ كل بلوك تبعي هنا. هاي البلوك تبعي، وانا عادة بحب احط الكومنت اعرف انه هاي بداية البلوك تبعي وهي نهاية اي نهاية البلوك، وهنا في عندي بداية البلوك تبعي. يعني نزوجه شوية بعين الله، لانه ممكن يكتر الكود عندي، فانت كويس يبقى فيه ملاحظات زي هيك. انا في النص هيك واكتب check the camera. اوكي هيك ممكن يتسهل علي اعرف الكود تبعي. طبعا هذا كله ملوش اي قيمة، هذا كومنت. الان راح اخذ check camera هذه كنترول كوبي واستدعيها من جملة الابديت، لان الابديت دائما تتنفذ 30 مرة في الثانية تقريبا. هاي فاصلة منقوطة. الان في عندي دالة اسمها تشيك كاميرا، وهي بروح بفحص لي اياها هو بالحال ويشوف لي انا ضغطت حرف السي ولا لا. هاي كنترول حفظ، ونيجي نتأكد. استنى لما تشتغل، اسف، حرف السي، وهي قاعد بيعمل سويتش بتوين كاميرز. انا اللي عملته هنا بس رتبت الكود تبعي وطلعت دالة لحالها. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.